أسرار ومواقف كتيرة بدأت تظهر بعد وفاة عمر الشريف قبل حوالي شهرين، خصوصا أنه حياته مليانة بتفاصيل وأحداث ما بيعرفهاش الجمهور. الغموض هو اللي كان طاغي على فترات كثيرة من حياته، تحديدا بالفترة الأخيرة، ولما يكون الشخص عنده شهرة عمر الشريف فالفضول بيزيد عند الجمهور. وعشان كذا الليلة إيتي بالعربي بيكشف لكم عن تفاصيل كتاب جديد يتحدث عن أهم المراحل والأسرار تروى للمرة الأولى. هذا هو غلاف كتاب بطل أيامنا الحلوة اللي تلخص فيه الكاتبة ناهد صلاح مذكرات عمر الشريف. لما كنا صغيرين نقول يا ترى مين فارس الأحلام، فكنا دايما يعني في الغالب أغلبنا نقول عمر الشريف. يعني هذا الأساس اخترته بطل لأيامنا الحلوة. الكتاب عبارة عن 3 لقاءات اجتمعت فيهم ناهد بعمر، وأهمهم كان في عام 2008. عملت معه حوار طويل جدا وقت ما كان بيصور فيلم حسن ومرقص مع الفنان عادل إمام، سجلت معه حوالي ساعة ونص ساعتين. أسرار كثيرة وغموض كان يحيط بحياة عمر الشريف تكشفهم ناهد في الكتاب، وخاصة اللي يثير حولها الكثير من الجدل. أم عمر الشريف كانت ست بتلعب قمار، كانت في الإسكندرية بتلعب يعني في البيت مع أصحابها، تنقلوا بعد كده من الإسكندرية الجاردن سيتي في القاهرة حسب شغل والده، بنت ديكور البيت على شكل الترابيزة الخضراء واللعب والحاجات دي، وبعدين بدأت تنقل نشاطها من الضيق في البيت واصحابها، فبتروح مثلا نادي محمد علي، تخرج بره بالنوادي، وتعرفت على الملك فاروق ان هو شافها من بعيد هي محترفة جدا، فقال لها تعالي العبي معايا، اعتبرها تميمة حظه. عمر لا يعني ورث اللعب ده. اللعب بالنسبة لعمر الشريف ما كانش فكرة احتراف بأنه يجيب فلوس قد ما هو احتراف لأنه كان بيجلب له السعادة. ولما نقول عمر الشريف ما نقدر ننسى حب الأبدي الفاتن حمامة، ولكن كثيرين يتجاهلون وش كان سبب ابتعادهم عن بعض. أنا الحمد لله كنت خايف عليك، كنت خايف ما ترجعيش، فكرت أخرج أدور عليك، قلت في نفسي أموت أشوفك. فاتن بعد قصة حب كبيرة جدا بينها وبين عمر الشريف، بالنسبة لها صدمة ان عمر الشريف بيسافر برا بعد 10 سنين جواز وبعد طارق ابنهم، وانه مش راجع تاني. فخرجت وراه وحاولت تسترده مرة تانية، لكن كان من الصعب. وكان له جملة شهيرة، كان لا يمكن ان انا اعود لفاتن لاني بحبها، ولو كنت رجعت لها كنت هخونها، وانا ما اقدرش اخون فاتن. ورغم كل هالبعد بقي عمر الشريف وفي الفاتن حتى ان ما تزوج بعدها، فوش هي حقيقة الموضوع؟ في حواره معي انا سألته سؤال مهم، انت حبيت فاتن؟ فكانت اجابته صدمة بالنسبة لي، قال لي كان في بينا ود وانسجام وصداقة كبيرة. انتقادات كثيرة رافقت اسلوب حياة عمر الشريف، وتواجده اغلب وقته خارج مصر خلى البعض يتهمونه بالخيانة والتخلي عن جواز السفر المصري. كان مع السفير المصري، سافرنا في لندن وعبد الحليم حافظ، وفي شاب اظن كان سعودي مر عليه او كويتي وشتمه وقال له انت خاين وانت عميل وانت مش مصري، انفعل جدا، ازاي انا باسبوري لسه مجدده، انا لا يمكن اتنازل عن جنسيتي المصريه. واكثر موضوع اثار الجدل في حياه عمر هو اشهار اسلامه وقت زواجه من فاتن حمامه، ولما توفى انقسمت الاراء حول كيفيه دفنه، فهل عاش حياته كمسيحي ام كمسلم؟ زار السعوديه وقرر انه يعمل عمره، فكانت طلبت منه السلطات السعوديه قال بس ده مش مسلم. فالراجل قال ازاي يعني انا مسلم من 50 سنة، فقالوا له اذا انت عايز تعمل عمره لازم تشهر اسلامك من جديد، وفعلا اشهر اسلامه من جديد وعمل العمره، ورفض تماما ان اي مصور صحفي يصوره جنب الكعبه او هو بلبس العمره او غيره، لانه قال دي علاقتي انا بربنا. يعني حياة عمر الشريف ممكن جدا انها تنعمل فيلم بيحكي عن كل هالاحداث اللي مرت بحياته، لكن للأسف مش دائما حياة المشاهير وأيامهم الأخيرة بتكون سعيدة مثل ما تبعنا. صحيح 100%، وأكبر دليل على هذا الكلام اللي تقوله مريم هو خبرنا الحصري لليلة، وهو الحكم اللي تحصلت عليه غادة نافع ابنة الفنانة المعتزلة مجدة بالحجر على أمها بعد ما قدمت تقرير طبي يؤكد إصابتها بالزهايمر. مش بس كده، لكن مجدة كمان من فترة قبل الموضوع دوت أصيبت بصدمة نفسية بسبب حادثة نصب اتعرضت لها من فترة بحوالي 20 مليون جنيه، يعني رقم كبير برضو، وبسببها فقدت القدرة على النطق، وهي بتعيش حاليا لوحدها مع العاملات اللي في البيت. فعلا خبر حزين، وأكيد إحنا رح نتابع الموضوع في الأيام المقبلة، وحق الرد محفوظ لغادة.